أهلا بكم إلى التفاصيل، ونستهل جولتنا الإخبارية بشأن الاقتصادي، حيث لا تزال سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة الجزائرية نهاية 2014 لا تزال تلقي بظلالها على القطاعات العمومية، حيث وبعد توقيف بعض المشاريع الحكومية خلال السداسية الأول لسنة 2015، هي وزارة المالية وعبر مراسلة إدارية تأمر كافة إدارات ولايات الوطن بتجميد كافة المشاريع التي لم تنطلق بها بعد. التفاصيل مع جمال ديموشا. في خطوة تعكس دخول الجزائر المنطقة الحمراء عقب تراجع المداخيل المالية وانخفاض احتياطي الصرف، أبرقت وزارة المالية عبر الخزينة العمومية تعليمة مستعجلة لمفتشيها تقتضي بتجميد كل المشاريع التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، سواء محليا أو مركزيا، بالإضافة إلى تعليق منح التراخيص المتعلقة بتشييء المنشآت الخاصة بقطاعات الصحة والتربية دون المساس بمشاريع الوحدات السكنية المبرمجة، وتخص التعليم كل ولايات الوطن 48. هذا التجميد إن دل على شيء يدل على أنه بوادر الأزمة هي موجودة، الأزمة الاقتصادية موجودة. الآن تدني أسعار النفط أثر سلبيا على المشاريع عموما انطلاقتها عبر التراب الوطني، الآن أصبحت ما يسمى هناك أولويات للانطلاقة. توجه الحكومة الجزائرية لترشيد النفقات يأتي في سياق مخاوف من صدمة مالية قد تكون لها تداعيات خطيرة على تماسك الجبهة الاجتماعية، خاصة أمام استمرار انهيار قيمة الدينار. أعتبر مثل هذه التعليمات تصب في قالب عقلنة وترشيد النفقات العمومية في ظل تقلبات نتاع أسعار النفط. ظن باللي رايح تكون فيه تعليمات على أساس أنه توضع شروط لمنح الرخصة لإنجاز مثل هذه المشاريع، يعني التجميد ماهوش الإلغاء. الجزائر التي عرفت ديناميكية كبيرة في مجال البنى التحتية عبر إطلاق مشاريع كبرى في العديد من القطاعات، ينتظر أن تراجع سياستها. عهد البحبوحة المالية قد انتهى، هي رسالة الحكومة للجزائريين، فماذا ستحمله قادم الأيام؟